المصريين 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 مخ، عقل، علم، تفوق، عقليات فزة بالمعنى الحرفي للكلمة. عملية أو حالات لا تتجاوز نسب النجاح بتاعتها 7% عالميا، والمصريين ينجحوا. سيدة فاضلة من أهالينا في سوهاج نجحت في الإنجاب والحمد لله، ربنا يا رب يتمم شفاها بالخير وبالسلامة. ليه؟ لأنها مريضة بالفشل الكلوي، بتجري طبعا عمليات الغسيل الكلوي بتاعها، حملت الحمد لله، أنجبت، ربنا يدي ابنها كل الصحة وكل العافية وربنا يخليها لي. نسبة نجاح حمل مريضات الفشل الكلوي لا تتجاوز 7% من إجمالي المرضى في العالم. نيجي احنا الحمد لله في مستشفى البليانة، لا بقول لك بقى المستشفى الخاص الاستثماري ولا المستشفى اللي مش عارف ايه المجهد، كل في مستشفى البليانة دكاترتنا، عقولنا، علمائنا، وانا بقول لك بمعنى الحرف، نجحوا في ذلك. خلونا ناخد معانا على التليفون بعد اذن حضراتكم دكتور هيثم محمد، وهو الاخصائي او اخصائي النساء والتوليد في مستشفى البليانه والقائم على هذه الحاله. دكتور هيثم محمد كليب، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. ازيك يا دكتور؟ كل التهاني ومفرحينا كده ومشرفينا ورافعين راسنا في السماء، والله بتكلم بجد. ربنا يبارك لحضرتك يا باشا. هو الحقيقه هو بطل القصه دي كلها من الاول للاخر نجلاء، الحقيقه مدام نجلاء يعني هي اللي عانت كتير خالص لحد ما ربنا اكرمها الحمد لله. ربنا يديها الصحه. وانا عايز اقول لحضرتك ان هي اصلا بتغسل من 12 سنه بسبب تسمم في الحمل من 12 سنه اثر على الكلى، ومن ساعتها وهي بتغسل، وكمان كان في حمل فقد قبل كده برضو علشان هي بتغسل، بس الحمد لله ربنا تمها على خير المرة دي. الحقيقة هي كانت يعني ده مش مجهود فردي من حد، ده هو تيم، وكان ربنا وفق يعني، وإدارة الكلى في المستشفى وفي المديرية كانت موفرة لها كل حاجة. مدام نجلاء كانت بتغسل تقريبا بشكل يومي بمعدل جلسات من 5 لـ6 مرات في الأسبوع، والمشكله اللي كنا خايفين منها ان هي تدخل في تسمم حمل تاني، بس الحمد لله ربنا ستر، مع ان في احد استشاريين الكلى كان نصح ان هي تنزل الحمل في السابع، بس هي اصلا رفضت واحنا رفضنا، والحمد لله ربنا كملها على خير. طب انتوا لما رفضتوا دكتور هيثم ما كانش عندكم تخوفات انه جراء هذا الرفض كان ممكن يحصل مره تانية فقد او فقدان لهذا الحمل، او كان ممكن يحصل لا قدر الله خطر على صحه مدام نجلاء؟ اكيد طبعا كان ده احتمال وارد، بس يعني مع المتابعه الدقيقه، والحقيقه هي كمان كانت بتتابع في سنتر محترم جدا عند الدكتور محمد نور ده استاذنا، وده كان راي الدكتور محمد نور الاستشاري بتاعنا، والحمد لله يعني ربنا وفقه في القرار ده، يعني ربنا يديه الصحه. الحمد لله، ده جبر خواطر، ربنا جبر بخاطرها حقيقي. وكمان يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، من اصعب المشاكل اللي بتواجه الحوامل مع مرضى الغسيل الكلوي الانيميا، اللي هي ممكن تعمل مضاعفات خطيره جدا في الولاده. مدام نجلاء كانت بتصرف علاج غالي جدا اللي هو الايبوتين، وكانت بتصرفه باستمرار على حساب الدوله، على نفقه الدوله، وكل كل الغسلات اللي هي بتغسلها دي مع تكرارها وتكلفتها العاليه كلها على نفقه الدوله. على نفقه الدوله. والمساله كلها كانت في مستشفى البليانه. مستشفى البليانه دي مستشفى مركزي كمان. ما انا كنت بقول انه يا جماعه ده مش في مستشفى استثماري خاص دولي، احنا بنتكلم على مستشفى بتاعنا بتاع الناس. مستشفى البليانة. الحقيقه الدكتور عمرو طلعت مدير المستشفى وهو برضه رئيس وحده الكلى، بالنسبه له مرضى الكلى دول واخدين سبيشال كير، يعني اي حد ممكن يحصل له اي حاجه الا مرضى الكلى، بنعتبرهم كلهم ابناء ربنا يديهم الصحه. يا رب يدي جميع الصحه. اشكرك واشكر كل الفريق الحقيقه اللي اشتغل مع مدام نجلاء على ذلك، وربنا يا رب يتم الموضوع كله بكامله على خير، وتعيش وتربي النونو زي ما بيتقال. شكرا جدا دكتور هيثم كليب، اخصائي النساء والتوليد بمستشفى البليانه.